بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة معالي الرئيس نعمان، مدارس الميقات الإسلامية. أعزائي طلبة الصف العاشر، نبدأ إن شاء الله تعالى بوحدة جديدة من كتاب مهارات اللغة العربية، وهي قصيدة بعنوان بان الخليط. هذه القصيدة للشاعر الأموي، وهو من شعراء العصر الأموي، الشاعر أبو حرزة جرير بن عطية. هذا من أشهر شعراء عصر الدولة الأموية، يمتاز بغزله الجميل الرقيق، حيث كتب بأغراض شعرية متنوعة من المدح والرثاء والفخر الهجاء والغزل، واشتهر بغزله الرقيق، أي الغزل الناعم، الغزل العذري. وهذه القصيدة هي بعض من أبياته وبعض من قصائده بالغزل. تتحدث القصيدة عن حنين الشاعر إلى محبوبته وإلى ديار المحبوبة، حيث بدا حزينا على فراقها ويشكو إلى الله سبحانه وتعالى بعدها وألم فراقها، حيث يبين لنا شوق هذا الشوق الذي تركته المحبوبة في قلبه، وتبينت حاله بعد تبينت حاله بعد فراقه. كما يصف الشاعر محبوبته بأنها من أجمل النساء، وخاصة عندما بدأ يتغزل في عيونها، تمام؟ حيث يذكر لنا أيضا الشاعر بعض الأماكن التي تذكره بمحبوبته، وهذا ما جعل القصيدة تميل أكثر إلى الغزل العذري، وهو شعر العصر، شعر شعراء العصر الجاهلي، حيث كان شعراء العصر الجاهلي أول ما يقف الشاعر على الأطلال. ما المقصود بالأطلال؟ أطلال محبوبته، وهو المكان الذي كانت تقيم المحبوبة قبل فراقها وقبل مغادرتها إياه، تمام؟ وهذا ما ذكره الشاعر في قصيدته. نبدأ الآن بالبيت الأول، حيث يقول الشاعر: بان الخليط ولو طوعت ما بانا، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا. بانا أي بمعنى ابتعد، الخليط أي الصاحب والحبيب والعاشق، تمام؟ ولو طوعت أي لو كان بإرادتي. إذن هنا الشاعر يبدأ بأن يشكو فراق محبوبته وفراق صاحبته، حيث يقول: ابتعدت هذه المحبوبة عنه ولن تعود، ولو كان فراق أمره، ولو كان أمر فراقها إياه بيده ما جعلها تبتعد وما جعلها أن تفارقه، لأنه لا يقوى على هذا الفراق ولا يقوى على هذا البعد. فهنا صورة فنية، قطعوا من حبال الوصل، حيث صور الشاعر ما يربطه بمحبوبته بحبل، تمام، وقاموا بقطع هذا الحبل المتين القوي، فلم يعد هناك شيء يربطهما سوى الحب والعشق الموجود في داخل قلب كل منهما، تمام. هذا بالنسبة للبيت الأول. طبعا بان، قلت أي ابتعد، وهو فعل ماضي مبني على الفتحة، الخليط فاعل مرفوع، لو هنا أداة شرط غير جازمة، تمام؟ طبعا أسلوب الشرط له أداة، له فعل شرط، له جواب شرط. إذن أين أداة الشرط؟ لو. أين فعل الشرط؟ طوعت. ولو طوعت إيش تكون النتيجة؟ ما بان. إذن جواب الشرط ما بان. ما أداة نفي، تمام، لمحل من الإعراب، وبان فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا الألف هنا للقافية الشعرية. قطعوا فعل مضارع مبني على فعل ماضي عفوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ماذا قطعوا؟ قطعوا أقرانا. إذا أقرانا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والألف هذه للقافية الشعرية لا علاقة لها بالإعراب. ننتقل أنا وإياكم إلى البيت الثاني. يقول الشاعر: حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا، بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. إذن يريد الشاعر هنا أن يحيي دار محبوبته، ويلقي التحية ويلقي السلام على هذه الديار، تمام؟ فهو لا يريد، لا نبتغي، لا نريد ونرفض أي دار بدلا من دار محبوبته، وأي جيران غير هذه المحبوبة. فهو يطلب الشاعر من حي المنازل، من يطلب منهم، من يطلب أن يلقي التحية؟ يطلب من قلبه أن يلقي
التحية على منازل المحبوبة، فهو لا يرضى دارا غيرها ولا جيرانا غير جيرة محبوبته. تمام؟ فأقول حي، أصل حي إذا فعل معتل الآخر، وهو في فعل الأمر يكون مبنيا على حذف حرف العلة. إذا حي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. تمام؟ فاعل ضمير مستتر تقديره أنت والمنازل، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو جمع تكسير المنازل من الفعل نزل، فالمنازل على وزن مفاعل. تمام؟ لا نبتغي، نبتغي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منعا من ظهور ياء الثقل. لا تظهر الضمة على الياء بسبب الثقل. طبعا لا هنا إيش؟ لا نافية، بقيت الفعل، أبقت الفعل مضارع مرفوعا، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وبدلا مفعول به منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. تمام؟ نكمل وننتقل إلى البيت الثالث. لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. تمام؟ أيضا يتحدث الشاعر إلى محبوبته، أويت بمعنى رققت وحنيت علينا. لو تعلمين، وطبعا الشاعر يخاطب الشاعر محبوبته، أنك لو تعلمين مدى الحزن والعذاب الذي ألقاه بسبب حبك وبسبب فراقك إلي، لماذا لتركت الفراق وتركت البعد وعدت إلي. فأنا أدعو الله إلى ذي العرش. من هو ذي العرش؟ من هو صاحب العرش؟ كناية عن الله سبحانه وتعالى. فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعو من الله تعالى أن تعود إليه محبوبته. تمام؟ وتترك هذا البعد وتترك هذا الفراق. لو قلت هي أداة شرط غير جازمة، غير جازمة. تعلمين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت إنه، لأن من الأفعال الخمسة. الياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. لو تعلمين إيش؟ الذي، الذي اسم موصول لكن ما إعرابه، في محل نصب مفعول به لتعلمين. لو تعلمين الذي نلقى أويت، فعل ماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل. أو تسمعين إلى ذي العرش، إلى حرف جر، ذي اسم مجرور طبعا، لكن إيش علامة جره؟ الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. إيش هي الأسماء الخمسة يا عاشر؟ لي أب أخ حم فو وذو. نحن نعلم الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء، لكن بشرط أنها تكون مضافة، يعني يجي بعديها مضاف إليه، لكن مش ياء المتكلم، مش ياء، يعني إذا أضيفت إلى ياء المتكلم بتبطل، يعني تفسد أنها تكون من الأسماء الخمسة، لكن هنا أضيفت إلى اسم ظاهر فبقيت من الأسماء الخمسة. فالعرش مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. تسمعين ماذا؟ شكوانا، شكوى. إذن هنا شكوى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. هنا شكوى، إنا هنا ضمير، ضمير متصل في محل جر بالإضافة طبعا، يعني الحركة مقدرة على الألف والنا في محل جر مضاف إليه. طيب البيت الرابع، يقول الشاعر: كصاحب الموج إذ مالت سفينته يدعو إلى الله إسرارا وإعلانا. إذا يصور الشاعر نفسه بصاحب الموج. من هو صاحب الموج؟ البحار الذي يميل حيثما تميل سفينته. تمام؟ الذي يرى نفسه أنه في خطر. إذا يصور الشاعر حاله بإيش؟ بحال صاحب الموج والبحار الذي توشك سفينته أن تغرق، فأخذ يتضرع ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالسر والعلانية. طبعا إسرارا وإعلانا كلمتين متطابقتين. إيش معنى متطابقتين؟ أي عكس بعضهما البعض، لأنه يدعو إلى الله سرا وعلنا. إذن هنا طباق، طباق يعني، وهو من المحسنات البديعية. تمام؟ أي كلمتين مختلفتين باللفظ، متعاكستين في المعنى. تماما؟ إذا يصور الشاعر حاله أثناء الدعاء بحال راكب البحر. تمام؟ الذي توشك سفينته على الغرق، فأخذ يدعو الله ويتضرع إلى الله في السر والعلانية. كاف هنا حرف جر، صاحبي اسم مجرور، والموج مضاف إليه. مالت فعل ماضي، سفينة فاعل،
يدعو، طبعا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الواو منعا من ظهورها الثقل. إسرارا، إسرارا هذه مصدر الفعل أسر، أسر تمام، فعل ثلاثي إعلانا مصدر للفعل أعلن. إذا إسرارا مصدر لفعل ثلاثي، إعلانا مصدر لفعل رباعي أعلن وهي أسر هنا. بيت الخامس، ألست أحسن من يمشي على قدم يا أملح الناس كل الناس إنسانا. إذا هنا الشاعر أيضا ما زال يتغزل بمحبوبته ويقول أن هذه المحبوبة هي أفضل خلق الله سبحانه وتعالى وهي أحسن خلق الله وأحسن ما يمشي على قدم، فهي أفضل شيء في هذا الكون وهي أجمل خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا الهمزة هنا همزة الاستفهام، ألست أحسن من يمشي على قدم، ماذا يفيد الاستفهام هنا؟ يعني هل أراد الشاعر هنا من الاستفهام الحصول على إجابة؟ أكيد لا. الاستفهام هنا أسميه استفهام تقريري. ما معنى تقريري؟ يعني الإجابة بلى، يعني الإجابة نعم، يعني ألست أحسن من يمشي على قدم؟ نعم أنت أحسن من يمشي على قدم. إذن هنا الاستفهام استفهام تقريري، أي الإجابة عليه بنعم. انتبه دائما يا عاشر الغرض من الاستفهام، فليس الغرض من الاستفهام دائما يفيد الإجابة، وإنما هناك الغرض من الاستفهام تقريري، يعني إن الجواب نعم أو الإنكار أو الاستنكار أو التعجب أو النفي، تمام. دائما الغرض من الاستفهام، هناك أغراض متنوعة للاستفهام، واضح؟ لستي، ليس هو فعل ماضي ناقص جامد، ناقص أي من أخوات كان، يعني له اسم وخبر، وجامد يعني غير متصرف، يعني ما له فعل مضارع أو أمر، فليس فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل في محل رفع اسم ليس، أحسن خبرها. طبعا إيش نوع أحسن من المشتقات؟ أحسن على وزن أفعل وهي اسم تفضيل. ألست أحسن من يمشي، إيش هنا من؟ من اسم موصول بمعنى الذي، تمام؟ يمشي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. يا أملح هنا أسلوب نداء، أسلوب لغوي وهو أسلوب نداء، تمام؟ فأملح أيضا اسم تفضيل على وزن أفعل. يا أملح الناس كل الناس إنسانا، واضح هنا؟ طبعا إيش المقصود بإنسان هنا؟ هل قصد الإنسان اللي هو البشر؟ لا، قصد بكلمة إنسان هنا اللي هو بؤبؤ العين، بؤبؤ العين يعني أنت أفضل الناس وأفضل بؤبؤ وأفضل عين رأتها عيني في هذا الكون، تمام. أنتقل إلى البيت السادس حينما يقول الشاعر: لقد كتمت الهوى حتى تهيمني، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا. كتمت بمعنى أخفيت، من الفعل كتم. الهوى له الحب، هواه هو حبه وعشقه، يعني قام الشاعر بإخفاء حبه لمحبوبته حتى اشتد شوقه وجعله هذا الحب الشاعر هائما مضطربا لا يستطيع أن يكتم حبه. فحاولت أن أخفي هذا الحب لكنه غلبني، جعلني هائما، جعلني مضطربا حيث لم أستطع كتمانه، تمام. قد كتمت، قد تليت بفعل ماضي، فإذا قد حرف تحقيق، كتمت فعل ماضي مبني على السكون، تمام. التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهوى مفعول به منصوب علامة نصبه، الفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها ماذا؟ التعذر، فالحركة لا تظهر على الألف بسبب ماذا؟ بسبب التعذر. لا أستطيع، لا النافية، فعل أستطيع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لي حرف جر، هذا اسم إشارة مبني في محل بجر بحرف الجر، لهذا الحب معرف بأل بعد اسم الإشارة، إيش إعرابه؟ نحن نعلم معرف بأل بعد اسم الإشارة بدل، بدل، إذن هو بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. كتمانة مصدر للفعل كتمة، إذن هي مصدر لفعل ثلاثي، لا أستطيع كتمانة، لكن إعرابها
مفعول به منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. تمام، هنا أطلب منكم أعزائي الطلبة بعد قراءة والتحليل الأبيات الأولى الأبيات الستة الأولى استخراج هذه الأمور. على فكرة أنا أعربتها واستخرجتها، لكن عليكم مراجعة نفسكم. أعرب الكلمات الآتية أيضا، أنا قمت بإعراب حيي، أقران، تعلمين، لو، أستطيع. الكلمات الآتية بطلب منكم وزنها: الحبي، المنازل، العرش، وطوعته. أريد منكم وزن هذه الكلمات واستخراجها. هيك بتكون انتهت حصتنا لليوم. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة لنكمل تحليل وشرح بقية القصيدة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله أعزائي الطلبة، وأراكم على خير إن شاء الله تعالى.